هذا الفيديو برعاية دكان ألعاب. السلام عليكم شباب، معكم جهاد 11 أو The Gunslinger Game من قناة Extrava Gaming. اليوم في هذا الفيديو راح أتكلم معكم عن أفضل 10 أسلحة برايمري تقدر تلعب فيها في ديستني وتساعدك في الفوز في ترايز أوف سايرس. طبعا الفيديو اللي راح أتكلمت عن أفضل الدروع، طريقة اختيار الدروع المناسبة لك. إذا ما شفت الفيديو راح أشوفه في الرابط في الديسبشن تحت. وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن أفضل 10 أسلحة برايمري، ما راح أتكلم عن السبيشال ويبنز أو الهيفي ويبنز، راح بس نركز على البرايمري في هذا الفيديو. والسلاح العاشر راح يكون معانا يونيفرسال ريموت، سلاح برايمري شوتجن. مره سلاح قوي المسافات القريبه، بس المسافات المتوسطه المسافات البعيده مره السلاح ما راح ياثر معك في اي شيء، لان بس حق المسافات القريبه السلاح. فراح تحتاج تستخدم معاه سنايبر رايفل، مره يكون ممتاز الكومبينيشن، مره ممتازه. اذا كنت انت تحب الشوتجن وتحب سنايبر، هذه افضل كومبينيشن راح تعجبك وتقدر تفوز فيها في ترايز اوف سايرس. وفي المركز التاسع راح يكون معنا سلاح الفيكس، سلاح الفيكس مره ممتاز في المسافات القريبه، يقتل الشخص تقريبا من 4 الى 5 طلقات في الراس، بس من المسافات البعيده والمسافات المتوسطه السلاح راح يتعبك شوي لان الريكويل فيه مره عالي، فالصعب تصويب فيه في المسافات البعيده، بس يظل سلاح ممتاز وراح يكون معنا المركز التاسع. وفي المركز الثامن راح يكون معنا السلاح فيجن اوف كونفرنس، سلاح سكوت رايفل. قليل اللي يهتم في هذا السلاح، بس هذا واحد من افضل اسلحه سكوت رايفل حاليا موجوده في الشريط. سلاح قديم، انصحك ان تطور السلاح وتركب عليه اثريك لايت وتخلي الباور عليه 365، لان اذا قل الباور على السلاح راح شوي ياثر عليك في الدمج، فكل ما ارتفع الباور يزداد الدمج اللي حقك. وهذا السلاح مره ممتاز في المسافات البعيده، وخاصه بالخاصيه اللي عليه انك تكون السلاح اوتو رايفل وهو سكوت، فالسلاح يكون مره ممتاز. وفي المركز السابع راح يكون معنا سلاح جول اوف سايرس هاند كانون، مره ممتاز هذا السلاح، خرافي، من افضل الهاند كانون بالنسبه اللي استخدمهم بعد الهوكمون والثون. طبعا هذا السلاح مميزته انك تقدر تصوب وتشوف الرادار في نفس الوقت. وهذا السلاح يجي منه اربع نسخ، يجي منه سولار دمج، ارك دمج، وفويد دمج، ويجي كيناتيك بدون، يعني ما عليه اي دمج. طبعا الدمج ما راح يفرق معك في كروسبل او ترايز اوف سايرس، بس راح يفرق معك في البي في اي. وهذه الأسلحة نستخدمها بس في البي في بي، أنا هذا يعني فيديو كامل نتكلم عن البي في بي، فالسلاح ما راح يفرق معك على أي دمج راح يكون معك. هذا السلاح مرة ممتاز، إذا ما عندك السلاح أنا أنصحك تدور عليه أو تحاول تطلع بأي طريقة ممكنة. وطبعا الطريقة الوحيدة عشان تطلع هذا السلاح إنك تلعب ترايز أوف سايرس وتفوز وتطلع من سيلفر أو جولد تيرز، أو تفتحها من الصندوق في الميركوري. وفي المركز السادس راح يكون معنا سلاح ميدا ملتي تول وسكوت رايفل، واحد من اقوى اسلحة سكوت رايفل حاليا في الشريط. طبعا مميزة هذا السلاح انك تقدر تتحرك باللاعب بشكل سريع والدمج فيه عالي من اي رينج موجود في الخريطة، يعني تقدر تجيب واحد من اربع طلقات في الراس من اي مسافة وتقدر تتحرك بسرعة مهما كان شخصيتك تايتن وورلوك او هنتر، تظل تقدر تتحرك بسرعة، وهذا اللي يميز هذا السلاح. وفي المركز الخامس راح يكون معنا السلاح الليجندري البوست رايفل ذا ماسنجر، سلاح مره قوي. طبعا مميزة السلاح انه يقدر تقتل الشخص من توبرس من اي مسافة في الماب اذا كان تصويبك مره عالي. والمميزة الثانية ان السلاح ليجندري، يعني تقدر تستخدم سلاح ثاني اكزوتيك والسلاح اللي عندك برايمري يكون ليجندري، فيكون مره ممتاز. فيعني خاصيتين في السلاح تقدر تستفيد منها في خاصية واحدة، يعني مثلا تقدر تستخدم الجلهورن، تستخدم تروث اذا جد راوند الهيفي امو، وتستخدم هذا السلاح تقتل واحد من مسافات بعيدة، يعني اذا كان عنده هيفي وانت بمسافات بعيدة تقدر تقتل بشكل بسيط يعني بدون ما تتعب، وسلاح مرة دمج عالي، فانصحك تستخدم السلاح اذا ما كان عندك. طبعا يجي منه اربع نسخ، ما يهم اي نسخة موجودة، بس كلهم يعني نفس مواصفات السلاح. وفي المركز الرابع راح يكون معنا سلاح ريد ديث. طبعا هذا السلاح مميزته انك اذا قتلت اي احد راح تعبي الهيلث اللي حقك مره سريع. انا استخدم هذا السلاح اذا احد استخدم معي الثورن، طبعا الثورن معروف سلاح مره قوي ويدمجك مع الوقت اذا ضربك، فاذا احد دمجك ومشى عندك وانت قتلته راح تعبي الهيلث اللي حقك. وطبعا هذا السلاح مميزته انك تستخدمه في مسافات بعيده والثورن مسافات ضعيفه، يعني تستخدم زي الكاونتر اذا احد استخدم الثورن، وهذه حركة تقدر تستفيد منها في ترايز اوف سايرس، فعشان كذا اخذ هذا السلاح المركز الرابع. وفي المركز الثالث راح يكون معنا سلاح هاند كانون ذا لاست وورد. طبعا السلاح ذا لاست وورد معروف انه واحد من اقوى الاسلحة في الشريط. مميزة السلاح انك تقدر تطلق اكثر من طلقة ورا بعض بشكل سريع ويعطيك بونس دمج من الهيب فاير. طبعا عيب السلاح انك تحتاج تتطلب مهارة عالية في الشريط، مهارة كبيرة مرة، مهارة كبيرة بشكل عالي. إذا ما كان عندك المهارة اللازمة في استخدام السلاح ما أنصح تستخدمه، لأن ترايز أوف سايرس مو وقت تجارب، أبدا مو وقت تجارب. إذا أنت مو متعود على السلاح ومحترف في السلاح لا تفكر تلعب فيه، لأنك راح تضيع طلقات كثيرة وما راح تستفيد وراح تخسر.
وما حدا بيخسر في ترايز اوف اسايس لانه تحتاج تفوز 9-0 بدون اي هزيمه وما تبغى تكون عبء على اصحابك يعني. بس زي ما قلت لكم اذا انت تعودت على السلاح في المسافات القريبه راح تكون لك الافضليه 100%. وفي المركز الثاني راح يكون معانا سلاح هاند كانون، واحد من اقوى الاسلحه في الشريط اسمه هوكمون. طبعا هذا الهوكمون موجود بس في البلاي ستيشن، ما هو موجود في الاكس بوكس. اذا انت تلعب في الاكس بوكس ما راح تحصل هذا السلاح الا نهايه السنه تقريبا زي ما قالوا ديستني، لان اكسكلوسيف بس على البلاي ستيشن. طبعا مميزه السلاح ان في طلقتين في المشت الواحد تعطيك بونس دامج. طبعا هذا البونس دامج بالضبط الرقم تحصل دامج 120 من 200. طبعا اذا جبت 200 دامج راح يموت الشخص اللي قدامك، والطلقه هذه الواحده راح تعطيك 120 دامج. يعني بمعنى الكلام ان طلقتين تكفي من مسافات بعيده جدا تقتل شخص بالهوكمون. هذا اللي يميز السلاح وخلاه ياخذ المركز الثاني. وفي المركز الاول واتوقع الناس توقعت هذا الشيء راح يكون معانا الثون. طبعا الثون واحد من اقوى هاند كانون موجود في الشريط، وانا بالنسبه لي اشوفه اقوى هاند كانون لان السلاح فيه مميزه ما هي موجوده في اي سلاح ثاني. تقدر تدمج الواحد مع الوقت، يعني اذا ضربت واحد 3 ضربات ومتاكد جبته في الراس الشخص راح يموت، اللي قدامك راح يموت، حتى لو انت مت تقدر تقتل اللي ضدك وانت ميت. فهذه ميزه اشوفها مره ممتازه ما هي موجوده في اي سلاح ثاني. طبعا السلاح فيه عيب قوي واغلب الناس ما تدري عن هذا العيب، طبعا المسافات البعيده السلاح مره ضعيف، خاصه اذا جيت في الاماكن المفتوحه راح شوي تواجه صعوبه عشان تقتل واحد. فعشان كذا هذا السلاح ياخذ معانا المركز الاول، والهوكمون راح ياخذ معانا المركز الثاني لان المسافات بالهوكمون مره ممتازه، تقدر تجيب واحد مسافه بعيده. فانت استخدم السلاح بحنكة وشوف الماب ودرس الماب بالضبط وتعلم كيف تستخدم السلاح. وكذا شباب وصلنا نهايه الفيديو، اتمنىكم استفدتم وتعلمتم من هذا الفيديو شيء، واذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب. وطبعا الفيديو الجاي راح نتكلم عن اساليب واستراتيجيات الهجوم والدفاع في ترايز اوف سايرس. عندي خطط انا دائما اسويها في كل تقريبا كل جيم، راح اعلمكم اياها واشرح لكم كيف تسوونها وكيف تفوز تقريبا في كل مباراه. فاتمنى شباب عجبكم الفيديو، لا تنسى اللايك والسبسكرايب، وشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.